لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه واصطفاه ونجيبه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى لسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في جهركم وفي السر والنجوى. ثم اعلموا أن ربنا جل وعلا لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، واعلموا أن لنا موعدا عند ربنا يجمعنا فيه للفصل فيما بيننا. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المؤمنون، أزف إليكم، وقبل أن أزفها إليكم أزف لنفسي هذه البشرى النبوية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعتك الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. انظروا إلى تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لحال الأحوال يوم القيامة، يتجسد لك في ذلك اليوم العصيب الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فيه، ويفر كل حبيب عن حبيبه وكل قريب عن قريبه. يجسد الله عز وجل لك ناسا يشفعون لك عند رب العالمين عز وجل، أحدهما صيامه الذي قدمته بالليل لربك عز وجل في الدنيا، يدافع عنه عند ربك تبارك وتعالى ويقول: أي ربي شفعني فيه لأنني منعته من الطعام ومن الشهوات وذلك كله في سبيلي. ويقول القرآن: أي ربي شفعني فيه
لأنني منعته النوم بالليل، لأن العبد كان قائما بهذا القرآن بالليل، فيحرم نفسه النوم من أجل أن يقوم بالقرآن في هذا الليل. يقول الصوم: إني قد منعته الطعام والشهوات. إذن على العبد أن يعلم ما الصوم الذي يكون شافعا له عند الله تبارك وتعالى. صومك أيها المؤمن الذي يدفع عنك العذاب يوم القيامة هو انقطاعك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج وسائر الشهوات التي قد تقترفها جوارحك. أن تصوم يده ورجله وعينه وأذنه ولسانه وقلبه مع فضلك وفرجه، فلا تقضي ما يدك على الامتداد إلى شيء حرام، ولا تقضي ما رجلك إلى مكان حرام، ولا تنظر عينك إلى شيء حرام، ولا تسمع أذنك إلى شيء حرام، ولا ينطلق لسانك بكلام حرام من فحش أو غيبة أو نميمة أو زور، ولا يتفكر قلبك في شيء حرام. عليك أن تصون قلبك قبل كل جوارحك، ليس مجرد أن تصوم جوارحك عن الحرام، بل عليك أن تصون قلبك عن التفكير في الحرام، لأنك في عبادة عظيمة شرعها الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا الشهر العظيم من بركة ربنا عز وجل على هذه الأمة أن جمع هاتين العبادتين في شهر واحد: الصيام وقراءة القرآن. ألم تسمعوا قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر القرآن، شهر تدارس القرآن، شهر قراءة القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهو شهر الصوم الذي افترضه الله عز وجل علينا، ولا يتقرب العبد بشيء إلى الله تعالى أحب إليه مما افترضه عليه. والصيام الفرض أحب إلى الله عز وجل من صيام النافلة، أحب إلى الله عز وجل من صيام النافلة. فصومك عن كل الآثام هو الذي يجعل صومك هذا يقف مدافعا عنك عند الله تبارك وتعالى، ويشفعه رب العالمين عز وجل لك. فليكن صومك عن كل الآثام اقترافا وتذكيرا وخوضا بالآثام. ثم اجعل يومك كله قراءة للقرآن، وليلك قياما بالقرآن الكريم، حتى تنال كرامة الله عز وجل بأن يجعلك من أهله وخاصته. كرامة قراءة القرآن أيها المؤمنون أعظم كرامة جعلها الله عز وجل على أرضه. إن لله تعالى أهلين من الناس، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. الصحابة يتعجبون كيف يقول ربنا عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل لا يقربه أي أحد من الناس، ليس له نسب ولا ضرر. ثم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. استغرب الصحابة: من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. واسمعوا لنشرى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمصاحبة القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عن قبره، يوم يخرجون من الأجداد سراعا، يوم يخرج الناس، يوم ينشرون ويشرون إلى رب العالمين عز وجل. حين تنشق القبور عن الناس يأتي قارئ القرآن وأمامه صاحبه القرآن، يجده كرجل الشاهد، يكون القرآن كرجل الشاهد. قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عن قبره كرجل الشاهد، فيقول له: أما تعرفني؟ القرآن يسأل صاحبه، يقول له: أما تعرفني؟ فيقول له العبد: ما أعرفه. فيقول له القرآن: أنا صاحب القرآن الذي أغمأتك في الهواجر. الهواجر جمع النجير، الذي هو الوقت الذي ما بين الزوال ووقت العصر، وقت شدة الحر، الذي أغمأتك في الهواجر وأسهرت ليلا. إن كل تاجر من
من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، أي أنك أنت السابق لكل أصحاب الأعمال الفاضلة. قارئ القرآن، مصاحب القرآن، يسبق كل أصحاب الأعمال الصالحة يوم القيامة. قال وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. يعطى الملك، الله عز وجل يعطيه من الملك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ثم يعطى الخلد بشماله، معناها خلود ولا موت، يتنعم في هذا الملك إلى ما لا نهاية. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويكسى تاج المضار أو يلبس تاج المضار. ثم قال ويلبس والداه حلتان لا تقوم لهما أهل الدنيا، أو لا يقوم لهما أهل الدنيا، حلتان أحسن من كل الدنيا وما فيها، يغبطهم عليها كل الناس ينظرون إليهما. ثم يستغرب الوالدان ويقولان بما نسينا هذا، فيقال لهما بتعليم ولدكما القرآن أو بأخذ ولدكما القرآن. إذا كان هذا الجزاء الوالدين فقط، فما جزاء العبد؟ يقول له الله تبارك وتعالى ارقى على المنبر الذي خلقه الله عز وجل منه، ارقى واقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال العلماء بأن عدد منازل الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، فهو في أعلى الجنان بإذن الله تبارك وتعالى. فأيها العبد، هذه فرصة أعطاك الله عز وجل إياها، وقد مر ثلث الشهر والثلث كثير وما زال الثلثان، فاغتنم واجتهد وسارع إلى مغفرة من الله عز وجل، وسارع إلى مغفرة من الله عز وجل والجنة، فهذا موسم الخير. إذا كانت أول ليلة من رمضان نادى منادي من السماء يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد انتهي ارعوي تب إلى الله عز وجل. وهذا زمان الاجتهاد في سبيل الله تبارك وتعالى من أجل أن ننال تلك المراتب العلية عند الله تبارك وتعالى، صياما وتلاوة للقرآن الكريم، على الله عز وجل أن يجعل كتابه وعبادتنا له بالصيام شفيعة لنا يوم القائم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نستظل بظلها ونحيا ونموت عليها ونلقى الله بها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه ونبيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يوم تكشف السرائر وتكشف الضلائل ويتميز المرء من الفاجر. روى الامام مسلم رحمه الله تعالى عليه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الى هذا الحديث جيدا فهو نافع لي ولكم وسيزيل عنكم كثيرا من الشبهات التي تثار اليوم بها الناس. اسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر في القران مع السفره لكرام البر، الماهر في القران مع السفره لكرام البر، يعني الذي يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى تجويدا وترتيلا وتحقيقا للحروف والصفات مخارجها وصفاتها ومراعاة لوقوفها، يراعي كل أحكام التجويد والتلاوة بصوت جميل حسن كما يستطيع، هذا في مصاف الملائكة مع السفرة الكرام البررة. من لا يتعلم أحكام التجويد ومن لا يعرف أحكام التجويد ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام في تكملة هذا الحديث، قال والذي يقرأ القرآن
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. قال العلماء: أجر تلاوة القرآن وأجر الاجتهاد في تصحيح القرآن. فلا تدعوا قراءة القرآن، اجتهدوا في قراءة القرآن، ولا تسمعوا إلى الذين يقولون بأن الذي يقرأ القرآن وهو لا يعلم أحكام التجويد فهو آثم. لا، هذا غير صحيح. من يصدق هؤلاء؟ من يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يثبت له أجرين، ونحن نقول عنه بأنه آثم. يأثم إذا كان مستطيعاً تعلم أحكام تلاوته، ثم تقاعس عن ذلك، ثم تخالف ولم يتعلم، هذا قد يأثم لأنه لم يصحح قراءة القرآن. أما إن كان غير متعلم وواجب الوقت أن يقرأ القرآن، ليس لديه متسع لأن يتعلم أحكام تلاوته، فليقرأ القرآن كما يسر الله عز وجل له، وله بإذن الله عز وجل أجران: أجر قراءة القرآن وأجر المشقة في تصحيح القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الطهرة بكلامه الكريم، وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين في عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه بنا متقبلا. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وطاعتنا وتلاوتنا، ولا تضرب بها وجوهنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ كتابك فيرضى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم أطلق بكتابك ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، ونفذ به أبصارنا بحولك وقوتك، إنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، واجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل فيها ولا منها لأحد غيرك شيئا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاجتهاد لطاعتك وعبادتك، وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم وإن قصرت بنا أعمالنا فإن رحمتك أوسع لنا. اللهم فلا تطردنا من رحمتك الواسعة، وادخلنا في مرضاتك الجامعة، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا الضر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، والبسهم لباس العافية والستر والصحة التامة التامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا إلهنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة. والكاظمين الغيظ
أنهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين سمع الله لمن حمده
شكرا صباح لباس خير شكرا مع رمضان هذا كلمة صغيرة شهر رمضان إن شاء الله صباح بالصحة والهدى إن شاء الله بالصحة والفور عشك يا حمد ربي يا عشك سلام عليكم بس أنت عندي خيرا أنا أقول شو السلام واش راك حبيبنا الله يحفظك لاباس بخير الله يحفظك الله يحفظك امين امين رب العالمين نتمنى ان شاء الله ان شاء الله صحه وسلامه وصحه طيبه عايشك السلام عليكم واش راك خير لاباس وين كنت هذا وين جامع وين جامع مسجد الرحمه وين جاي مزيط الله يبارك وانت وش هاك جاي هنا راح تركب برك ديريكت وين كنت كنت جامع كنت وين جامع تاع الرحمه تاع الرحمه وين جاي الرحمه هذا وين جاي من براسها مزيطه مزيطه عيطك صحه سيدي هيا السلام عليكم